سوف يلقون غيا. الغي من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود واج في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه فيه حيات وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. ما قالش وهو مسكن التارك، ألا التارك ده أسوأ من كده، أضل من كده، والعياذ بالله في جحيم عن كده، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. هذا الدليل الأولان. تعال بعد كده ربنا بيقول إيه؟ فويل للمصلين. الله، ما قالش فويل للتاركين، لا، ما أخرجهم من ديوان المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا سلام. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن كلنا بنسى في الصلاة إلا ما رحم ربي. شوف، فويل للمصلين، الويل وعد ووعيد بشدة العذاب، وقال بعضهم واد في جهنم كالقرطبي وغيره، المهم وعد وعيد بشدة العذاب والنكال من الله جل وعلا. لمين؟ تقول للمصلين، ما قالش للتاركين، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني اللي بينسوها بيسوا فيها بيأخروا عن وقتها، مش مع فرض مع آخر بلا عذر. يجي واحد تقول لك: أنا والله يا شيخ، أنا والله إن يعني كسلت مبارح ما صليتش الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والثانية: يا شيخ أنا والله بقالي ثلاث أيام يعني لا 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 إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، هذه مصيبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، نفس العذاب. تعال للدليل الثالث بسرعة عشان ألحق أتحرك في الموضوع. ما سلككم في سقر؟ الله، بصوا على ناس في جهنم في درجة من درجات النار في سقر. سقر اللي هي ايه؟ لا بتبقي ولا بتذر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. الله أكبر. يبص عليهم كده، يا ده بتحرق، بتأكل حتى بالجماجم وتأكل حتى بجلد الرؤوس، لا تبقي ولا تذر. لا، انتوا في جهنم، انتوا في سقر هنا، يعني تعذبوا في سقر، كنتوا معانا تشهدوا معانا. ما سلككم في سقر؟ وقال بعضهم: لا، يعني كنا نظنكم على الخير. وقال بعضهم: لا، ولكن سألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. شو أول حاجة؟ لم نكن من المصلين. صلي يا عمي، يا عمي بقول لك يا ربنا رب قلوب، ما تتعبنيش، اللي بصلوا كلهم كذا وكذا وكذا، مالكش دعوة بهم، مالكش دعوة، حسابهم على الله جل وعلا، لكن صلي انت. لك: لا 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 لا، الشيطان يضحك عليه بقى، يعوي ان شيطان لا يوحون الى اوليائهم، يقعد يجادل يجادل، يا عم صلي. لك: لا، ربنا رب قلوب، انا سيبني بس مع ربنا، انا مش عارف ايه. لا 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 لا، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لا تبقي ولا تفر. الله، ما كنتش بتصلي؟ لماذا؟ شغلني مالي وانته، شغلتني وزارتي وانته، شغلتني إمارتي وانته، شغلني بنياني وانته، شغلتني أطياني وانته، شغلني ذهبي وانته، شغلتني محلاتي وانته، شغلني أولادي. لا إله إلا الله. لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال غالب المفسرين: أي عن الصلاة، ذكرنا هنا اللي هو الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسرت أولادك، قاعد تبسط فيهم وتنزههم وتوجههم هنا وتوجههم الحدائق والبساتين. الله، أنا ما صليتش، الله، أنا كنت بخرج الأولاد، والله أنا زوجتي والله كنت بجيب لها كيت، وكنت نفسها تروح عند أمها وتروح كذا وتروح السوق ومش عارف إيه. صليت؟ لا، يعني أنا صليت فرضين وسبت، جمعت الفرض الفلاني مع، ما صليتش. أنت بقى من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. هم من بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. خلهم يلهوكم. أنت الوقت اتلهيت بالأولاد،
خلي الأولاد ينفعوك يوم القيامة. والله يوم القيامة الولد هيفر منك. بني أنا أبوك، لا أعرفك، لا أعرفك، لا عني، نفسي نفسي. البنت نفسي نفسي. العم نفسي نفسي. الأب نفسي نفسي. ما قلت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفسي. كل خلاص ما عادش بقى طول الأب والأم هنا. لا لا لا، ضياع ضياع، والعياذ بالله جل وعلا ضياع. ولذلك أنا بذكره أذكر الذين أعطاهم الله النعمة وأعطاهم الوجهات وأعطاهم المناصب وأعطاهم الأموال وأعطاهم البنيان وأعطاهم الأطيان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. شغلت بالزوجة والأولاد، خرج مع الزوجة والأولاد في السوق، قال ايه مات، عيطوا عليك شوية. ثاني يوم انا عايز اعرف ميراث من ابوي، وين وانا يرخن، انا عايز كيت عشان اتجوز كيت. الله لا بقول لك ايه، انتظرين الله يخرب بيت ابوك، وانت الله يلعن ابوك. لعنوه، لانه ما رباش على تقى ولا على دين ولا على اي شيء، واخذ فجأة والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لهاتوا الاموال بقوا بالعنوه بعد موته، ولا حد يذكره بخير على الاطلاق، فضلا عن عذابه بين يدي ملك الملوك ورب الارباب. يعني حاجه بقى اهي، يعني نقول ايه، نبصر اكثر من كده. ولذلك بقول كان في واحده ذكر الاخ صاحب كتاب، يعني الاخ اللي ذكرته في التوثيق في ايها العاصي تذكر، واحده امراه كانت من دوله خليجيه، امراه مسنه عجوزه، هذه المراه كانش بتصلي، ينصحوها تقول يعني اهو هحاول اتعلم، ينصحوها وكانت تنال الناس باللسان بتاعها. المهم اشتد عليها الامر وجاءتها السكرات، جلس ابنها بجوارها بقى، أمها قل لا إله إلا الله، تقول على إيه؟ ده عمرها ما ركعت لله ركعة، ولا سجدت لله سجدة، ولا عبدت الله في مقام، ما ركعت تعظيما لذات الله جل وعلا، ولا سجدت ذلا لملك الملوك ورب الأرباب أبدا. وبقى بيضحك على نفسه، يا أمها قل لا إله إلا الله أبدا. يوم الشاهد رأى، أعوذ بالله من سوء الخاتمة وشوء من عقب، أمها قل لا إله إلا الله، تغضب أمها، تعرض تدل ظهرها، في الآخر وهي بتموت قل لا إله إلا الله، قالت هي كلمة أثقل علي من الجبال الراسيات. شوف الختام بإيه، أعوذ بالله، هي كلمة أثقل علي من الجبال الراسيات. أنت بتقول لي كلمة يا ابني أثقل علي من الجبال، شيء لا. ثم ماتت على ذلك. الله أكبر. أذكركم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا يا شباب نظفوا القلوب واركعوا وسجدوا، يا بنات نظفوا القلوب اركعوا وسجدوا، يا نساء الأمة دعوكم من التبرج، دعوكم من هذا الفجور، دعوكم من السفور، اركعنا واسجدنا لله جل وعلا. يا شباب انتم الرجال، انتم أمل الأمة، اركعوا لله واسجدوا، اركعوا لله واسجدوا. أهي امرأة جاءت، إنها أثقل علي من الجبال الراسيات، ثم فاضت روحها إلى بريها، ماتت على ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم من عقب. حال الله بينها وبين النطق، لأن الله أبغضها مقتها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عايز تحفظها وتقول بس ما تقدرش، ليه؟ لأن هو أصلا أنت عايز توصل، لكن ربنا بقول لك سبحانه وتعالى إن هو إذا قال لشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهت المسألة. أنت بتقول لا إله إلا الله، لكن ربنا حال. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا شيء يتمكن منه. لذلك يضل يضل يضل. كان فيه ولد تارك للصلاة برضه في كتاب أيها العاصي تذكر، وذكرته أيضا في كتابي يعني صرخة إلى العصاة. هذا الولد كان في المملكة العربية السعودية، هذا الولد معه سيارة وفرحان بنفسه، زي الشباب اللي عندنا دول يحطوا سيارات بالانيمر وبتاع وعد يمثل ويستظرف قدام البنات وكيت. بالظهر العصر المغرب، فين الصلاة يا ابني؟ في صلاة الفجر ما هو معك؟ في الظهر ما هو معك؟ في العصر ما هو معك؟ في المغرب ما هو معك؟ في العشاء ما هو معك؟ مالي انت على ايه يا ابني؟ على اي ملة يا ابني انت؟ صلاة ولا صلاة ايه؟ روح 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 روح
الولد بقى فرحان بنفسه، وبعدين